شرف كون هون و it's an exciting event. هو it's a free event. فإذا هلأ هيك هلأ حلو شو شو بدي أتوقع ل April. Yes. هلأ مثل ما قلت أنه ما كتير تبعت بهول الأمور فنقل أراد هاي السنة بس بشارك بالإيفنت و I'll watch the event. بعرف أكتر بالتفاصيل وبعرف لمين exactly بدي أعمل my votes. Yeah. عندي أنه كتير بحب كل شيء خاصة بالموسيقى ما بسمع على أنه something specific شيء معين. حياتي بشكل مش طبيعي يعني كل شيء تغير واكيد انا مبسوطه لانه هذا لقب انه انا كل حياتي كنت اتمنى اكسبه وتغيرت بطريقه ايجابيه اكيد عندي اكثر شغل واكثر ريسبونسابيلتيز فانا كثير مبسوطه و I commented on it on my social media because انه هو step further تنجد نحقق شيء بالبلد ونعطي نوع من ال equality ل both genders و this is the first step و I'm اكيد I'm so happy و congratulations لانه it's amazing. القانون يلي أكتر شيء بحس لازم نشتغل عليه هو قانون أنه كل مرة تعطي الجنسية لأولادها أكتر شيء نحكي كتير عن الموضوع وبحس أنه soon فينا نغير شيء it's the 21st century و it's very easy to change it. هلأ عم بشتغل مع جماعة الأليو وعندي مشاريع خاصة لتمكين المرأة وشؤون المرأة ومع الجمعية hopefully حسافر in May بأمم المتحدة وأعطي speeches كمان هناك تدوي على هول المشاكل ببلدنا عن تمكين المرأة و أكيد كتير بحب مثل ومن وقت أنا وصغيرة هيك بحلم إنه أكون مثل لبنان فعم بيجيني أفراد بس هلأ ما رح أخبركم شيء لأنه بدي خليها مفاجأة